معايا عبر الهاتف سيد النائب حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري. يا فندم صباح الخير ومليون مبروك الفوز النهاردة، المصري يسير بطريقة رائعة في البطولة الأفريقية. صباح الفل عليك يا كريم، الحمد لله ربنا يبارك فيك كده. يعني كان فوز مهم جدا، ببارك لجماهيرنا العظيمة النهاردة كانت السبب الرئيسي في الفوز مع توفيق ربنا، ببارك للاعبتنا وجهازنا الفني ومجلس إدارتنا بالرئاسة سمير حلبية، مجهود كبير اتعمل النهاردة. يعني كنا في موقف صعب حاطين نفسنا فيه، بس الحمد لله قدرنا نعوض بسرعه ورجعنا تاني لصداره المجموعه. تاني هقول لك ان جماهيرنا هي السبب الرئيسي بعد يعني النهارده كانت موجوده بشكل كبير، جايه حوالي 400 كيلو رايح و400 كيلو راجع وما سكتتش طول الماتش، لكن الحمد لله يعني رجعنا تاني لصداره المجموعه ونستعد ان شاء الله نقفل الصفحه نريح بكره ونرجع تاني نستعد لماتش الاوروبا ان شاء الله يوم الاحد اللي هيحسم لنا التاهل ان شاء الله بنسبه 100%. صح ان شاء الله في حال حصلنا على الثلاث نقط ان شاء الله. صح، المصري النهارده الفوز اتاخر شويه وقلقنا على المصري، انت كنت قلقان برضو؟ والله احنا من الشوط الاول كنا يعني متسيدين وصنعنا فرص، لكن للاسف في اكثر من ثلاث او اربع اهداف محققه راحت مننا، ودي مشكله عندنا في الفتره اللي فاتت يمكن خاصه في مبارياتنا في افريقيا. بنصنع فرص لكن ما يعني التهديف ما بيحصلش، لكن الحمد لله احنا كنا واثقين جدا في لعبتنا وفي جهازنا الفني ان احنا ان شاء الله نقدر نرجع بالثلاث نقط ونرجع تاني لصداره المجموعه، خاصه بعد تعادل مازيمبي والقطن النهارده. ودايما احنا واثقين جدا في لعبتنا وفي جهازنا الفني وخالد مهاني الشعباني بما له من تاريخ طويل طبعا وبطولات في سيفيو، وان شاء الله يكمل معانا ان شاء الله للحصول على بطوله نسعد بها جماهيرنا ونسعد بيها مصر كلها بس. طيب هقول لك حاجه يا فندم بصراحه، ده وانا هقول لك ده رايي انا الشخصي وانا بتفرج على المصري النهارده، بحس ان المصري عنده فرقه محترمه جدا وعنده مدير فني طبعا اسم كبير ومحترم جدا، بس ساعات بحس ان في بعض النواقص في التشكيله يعني بصراحه شديده. هل النواقص دي بدون ما نحدد الاسماء او الاماكن، هل حضراتكم حاطين ايديكم على النواقص ديت وهل بدا في شغل للدعم مع بدايه الموسم الجديد؟ عشان فعلا في فرقه محترمه شايفينها قدامنا. بالظبط، يمكن احنا اتكلمنا مع الكابتن معين شعباني قبل ما يتم التجديد واحنا اتكلمنا ان احنا هنبتدي نشتغل فعلا على نواقص الفرقه دي لغايه من 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 مثلا من شهر لغايه فتره الانتقالات الصيفيه، بحيث ان احنا نبقى ان شاء الله داخلين الموسم اللي جاي بدوافع جديده وباهداف جديده. يمكن زي ما احنا بنتكلم على طول المصري عنده هدف اساسي هو التواجد في المربع الذهبي في الدوري المصري، والكونفدراليه بنفضل ماشيين كل دور على حده، بس طبعا الهدف الرئيسي اللي احنا نحصد البطوله، لكن هدفنا الرئيسي طبعا ان شاء الله ان احنا نكمل، وهدفنا الرئيسي ان احنا نفرح جماهيرنا. زي ما انت اتكلمت فعلا احنا عندنا بعض النواقص ان شاء الله احنا شغالين عليها، مجلس الاداره مع الكابتن معين الشعباني مع الكابتن كريم زكري، وان شاء الله يبقى خلال الموسم اللي جاي فرقه مكتمله الاركان ان شاء الله، زي الحصان الاسود ان شاء الله في الدوري المصري، لكن ان شاء الله برضه السنه دي بنوعد برضه جماهيرنا اللي احنا هنقاتل ان احنا نبقى في المربع الذهبي وهنقاتل على الكونفدراليه لاخر نفس ان شاء الله. عارف كابتن سياده النائب حسن عمار، بغض النظر عن رايي الشخصي بس يعني هقوله والسلام، المدرب اللي معاكم ده معين الشعباني حافظوا عليه ومع كل ظروفه طبعا انتوا اكيد اضرب كل الامور الاداريه، بس رايي الشخصي المهني يعني انه الراجل ده ماشي بشكل عظيم مع المصري بشكل محترم كفريق، يعني مش شرط النتائج تبقى عامله ازاي، ممكن النتائج تكمل زي ما حضرتك قلت ببلان طويله الامد يبقى في تشكيله وفي سد للنواقص، بس المدرب فعلا محترم جدا. خليني اقول لك يا كريم ان احنا يمكن على مدار الخمس او ست سنين الاخيره النادي المصري عشان يقدر يوصل يبقى في المربع الذهبي ويشارك في الكونفدراليه كل سنه وبيأدي يوصل نهائي كاس والسوبر وكل الانجازات دي، كان لازم يكون في استقرار فني واداري الاثنين. احنا بنحافظ على مدربينا يعني من اول الكابتن عصام حسن والكابتن ايهاب جلال والكابتن علي مات وانتهاء بالكابتن معين الشعباني بقدر الامكان ان هم يفضلوا معانا، لان احنا مؤمنين جدا ان سياسه تغيير المدربين دي ما بتؤديش لنتيجه ايجابيه ابدا. صح، بالعكس، واحنا معانا مدرب كبير واحنا متمسكين بيه جدا وبنقدره، وهو في نفس الوقت عايز يكمل في النادي المصري ومستريح وعايز يعمل حاجه مع النادي المصري، عشان كده احنا من بدري قوي جددنا للكابتن معين الشعباني، كان عندنا بعد نظر. وخليني هقول لك على حاجه، انا
توفيق كبير جدا من ربنا في المجلس السابق اللي هو قدر يتعاقد معاه، والتوفيق الاكبر من المجلس الحالي اللي هو قدر يجدد له ويقنعه بالتجديد والبقاء معنا لسنه جديده، وان شاء الله مكمل معانا عشان نقدر نعمل انجاز جديد للنادي المصري ان شاء الله في الفتره اللي جايه. هايل هايل جدا. طيب سؤال اخير لحضرتك، احمد الشيخ الموقف بالنسبه له ايه؟ ماشيين في طريق في تحسن في العلاقه ولا ماشيين في طريق مسدود؟ انتهى موضوع احمد الشيخ، الخلاف خلاص انتهى، تم التحقيق معاه، واحمد الشيخ كان النهارده موجود مع اللعيبه، وان شاء الله يرجع الفتره اللي جايه كاضافه للنادي المصري. احمد الشيخ نجم كبير، لكن زي ما قلت لك كده احنا عندنا لازم يكون في انضباط فني واداري. اللعيبه زي ما ليها حقوق عليها واجبات لصالح الانديه، على الكبير والصغير لازم يطبق. يعني سواء لعيب كبير او لعيب صغير. يعني الموضوع انتهى يعني داخل الغرف المغلقه. مش هتكلم في انهي نتيجه، لكن هو انتهى جوه اسره النادي المصري، وان شاء الله احمد الشيخ يرجع، واحنا محتاجينه الفتره اللي جايه، واحمد الشيخ محتاج يرجع لاسمه ونجوميته. صح. ويكون ان شاء الله الفتره اللي جايه اداء يليق باسم احمد الشيخ اللي احنا جبناه كهداف سابق للدوري المصري، كنجم الاهلي، كنجم البيراميدز، كنجم الخلاص. هو انت يعني حضرتك عارف بجانب امكانيات احمد الشيخ اللي كل الناس عارفاها، امكانيات الفنيه الكبيره لاحمد الشيخ، هو ايضا لاعب مهذب، فالواحد كان مستغرب انه يحصل فيه خلاف اصلا بينه وبين النادي المصري بصراحه. يعني كان في عدم التزام معين، والموضوع زي ما قلت لك كده، احمد انت زي ما تقول كده لعيب مؤدب جدا ولعيب محترم، لكن يعني في بعض الاوقات في عمر الانسان بيحصل خطا ما. صح. خطا اخطا ويعني وتم التحقيق في الموضوع وانتهى الموضوع زي ما قلت لك، واحمد الشيخ ان شاء الله معانا الفتره اللي جايه، وان شاء الله يكون نجم من نجوم النادي المصري. يعني حضرتك بتقول لي ان هو موجود خلاص مع الفريق في الفتره اللي جايه، حتى العقوبه اللي هي حضرتك قلت لي في الغرف المغلقه ممكن تبقى عقوبات ماليه، لكن مش عقوبات تصل لايقاف ولا حاجه، هو موجود في الملعب. لا طبعا ان شاء الله احمد الشيخ موجود معانا في الملعب. وانا شايف اللي هو عنده الاصرار والحميه ان شاء الله اللي هو يرجع تاني لفورمته والمستوى ان شاء الله. عظيم جدا. سياده النائب حسن عمار عضو مجلس اداره المصري البورسعيدي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.